الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت أمس الخميس أمان وفعالية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، والذي علقت دول عدة في الاتحاد الأوروبي استخدامه. صحيح، طبعا كان رأي الوكالة منتظرا، لأن الاتحاد الأوروبي أصلا الذي يعاني نقصا في اللقاحات يعتمد على ملايين الجرعات من هذا اللقاح اللي طورته أسترازينيكا. وعلى الرغم من إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في عدة دول أوروبية، إلا أن أستراليا أعلنت أنها ليست لديها خطة لإيقاف هذا اللقاح. حيث أكد كبير مسؤولي القطاع الطبي في أستراليا بول كيلي، فالحكومة ما زالت واثقة في اللقاح، إذ لا يوجد حالياً دليل على أنه يتسبب في حدوث جلطات، لكنه سيجري التحقيق من أمر الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها على سبيل الاحتياط. كما أطلقت جورجيا الاثنين حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا على الرغم من توقفه في عدة دول. أما في السويد اختلف الرأي الطبي في هذا الشأن، إذ أعلنت السلطات الصحية عن إيقاف التطعيمات ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازي. وفي بيان لوكالة الصحة العامة السويدية قالت أنها توقفت عملية استخدام اللقاح وستستمر حتى انتهاء تحقيق وكالة الأدوية الأوروبية في الأثار الجانبية المشتبه بها، كما هو الحال في فنزويلا التي أعلنت أنها لن تصرح لاستخدام لقاح أسترازينيكا، نظرا إلى أن عدة دول أوروبية قد أعلنت عن وجود آثار جانبية عند متلقي هذا اللقاح.